برحب بحضراتكم ومستمرين. تقريبا ايدكس عنصر او جزء كبير منها جدا هو تامين الجندي. مش هقدر اقول بقى هنا الجندي المصري، لان انا عندي شركات حاليا بتصدر لكل العالم، لكل جيوش العالم، سواء الاقمشه، سواء الزي الواقي اثناء المداهمات للجيش وللشرطه. فانا فخوره بده، ان انا بعد ما كنت بستورد تقريبا 90% من الزي الرسمي او من الزي اللي بيحافظ على الجندي في امان، بقى كمان عندي ده تقريبا 90% بقى مصري مش بستورده. فده شيء يدعو للفخر. خلينا نتعرف اكتر ونعرف عن مكان فيه. برحب بحضرتك يا باشمهندس وعرفنا بيه. اهلا بيك فندم. محمد فهمي، مدير قطاع مهمات الوقايه بالشركه الوطنيه المصريه للتطوير والتنميه الصناعيه. برحب بحضرتك يا فندم، وخلينا نعرف اكتر عن انتاج الشركه وفكره ان انا قلت ان احنا كنا بنستورد كل ده قبل كده من بره، بقينا دلوقتي تصنيع مصري خالص. احنا كنا 100% فندم بنستورد الدروع الواقيه دي من الخارج. احنا حاليا بنسبه 100% مش 90% بتصنع داخل مصانعنا في الشركه الوطنيه فندم. بالنسبه للاقمشه برضه فندم، كان عندنا حوالي 90% استيراد من الخارج، حاليا 100% بنورد الاقمشه المدنيه والعسكريه. ده في مصانع الموجوده في مصانع الروبيكي اللي انا شرفت قبل كده وعملت حلقه كامله لو حضراتكم فاكرين عن الغزل والنسيج في الروبيكي بعد ما افتتحها السيد الرئيس. عايزه اقول انها كنت وانا هناك فاكره انها انتاج للاقمشه والنسيج المدني فقط، لكن بعد وجودنا مع حضرتك النهارده عرفت ان كمان كل ما يخص الزي العسكري بتصنعوه من الاقمشه. مش بس كده فندم، احنا عندنا قطاع الغزل والنسيج، بنصنع الاقمشه العسكريه زي ما حضرتك تفضلتي، بنصنع الغزول، بنصنع اقمشه التريكو، وبنصنع كمان عندنا قطاع الاساسات المعدني والخشبي، واحنا شرفنا ان احنا فرشين الجامعات الاهليه كلها فندم الموجوده في مصر. عندنا قطاع الاحذيه العسكريه والمدنيه، عندنا قطاع الجوارب العسكريه والمدنيه، عندنا كمان قطاع او مصنع انتاج الكرات، وكنا شرفنا ان احنا كان لينا كرات في كاس العالم في قطر 2022، وان شاء الله باذن الله بطوله اوروبا وكاس اوروبا الكرات من عندنا بالتعاون مع احدى الشركات العالميه. وقطاع دروع الوقايه بقى فندم، ده قطاع كبير عندنا بالظبط فندم، واحنا الحمد لله وصلنا احنا بالظبط بقى لنا سنتين مصانع دروع الوقايه شغاله. بنصنع الجواكت المضاده للرصاص، بنصنع خوذات القتاليه المضاده للرصاص، واخر انتاج عندنا السنه دي يا فندم صنعنا البدله المضاده للالغام، لالغام الافراد يا فندم، ودي بتشيل لغم وزنه 240 جرام تي ان تي لحمايه الافراد من الغام الافراد الارضيه. ده شيء عظيم ان انا احمي الجندي طبعا المصري اولا والجندي على مستوى العالم، لانه اللي بيقوم بدوره الصح يعني. خليني اعرف اكتر يا فندم عن الاقمشه كمان، انا شايفه فيه العديد زي العالم مش مصر بس. الحمد لله فندم بنتشرف ان احنا بنصدر الاقمشه العسكريه لدول صديقه مثل المملكه العربيه للسعوديه، بنصدر لجيبوتي، لتشاد، لرواندا والجيش العراقي. ان شاء الله باذن الله يعني عندنا كذا دوله كده من خلال المعرض هيتم التعاقد معاهم، احنا حاليا في مرحله المفاوضات، ان شاء الله باذن الله نشرف مصر باذن الله. ايدكس بيضيف لحضرتك ايه؟ كميه 711 شركه تقريبا موجودين، ممثلين ل 44 دوله، ده بيساعد حضرتك للتسويق اكتر، بيخليك في وقت صغير من 4 ل 7 ديسمبر بتتقب كل العدد ده في مكان واحد، ده بيسهل لحضرتك التسويق؟ اكيد يا فندم. حضرتك شفتي من جميع دول العالم ناس موجودين وشركات كبيره من جميع دول العالم، كلهم بيشرفونا بالزياره وبيتعرفوا علينا. ايدكس 21 كان شهاده ميلاد الشركه، وبدايه التعاقد من الشركه كان من معرض ايدكس 21، وان شاء الله معرض ايدكس 23 ان شاء الله يبقى علينا بالخير كلنا ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا، ويا رب من تقدم لتقدم، وعايزين ايدكس 24 يبقى عندنا كمان اكتر واكتر ان شاء الله يا فندم. طول ما احنا بنشتغل بالكفاءات المصريه والعماله المصريه ان شاء الله هنطلع احسن حاجه في الدنيا. ميرسي جدا. كل الشكر يا فندم، شكرا لحضرتك. ومستمرين مع حضراتكم في ايدكس، بس خليني اقول اني فخوره بفكره ان انا بعد ما كنت بستورد كل ما يخص الزي العسكري من تامين ومن القماش ومن الزي العادي، ان انا دلوقتي 100% انتاج مصري. انا فخوره جدا بالتطور اللي حصل يمكن في سنين صغيره جدا كمان. خليكم معانا مستمرين في ايدكس.